ستين سبعين ستين سبعين تلتمية وخمسين عشرين. ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة الحصة دي مليانة فلوس، طبعا بتاعتي مش بتاعت ماما، هي فيها مليانة فلوس مليانة. تعالوا نفتحها ونشوفها. نفتحها بقى ونشوف فيها كام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دي الحظيرة بتاع كارما، هي بتحوش فيها من قبل رمضان. انا كنت جايبها لك امتى؟ قبل رمضان صح؟ قبل رمضان. دي من قبل رمضان، مش بكتير يعني، او ممكن تكون في اول رمضان مش فاكرة بصراحة. هي بتحوش فيها وحاطة فيها كمان العيديات بتاعة العيد. هنفتح بقى ونشوف هي كارما بقى ايه محوشة كام، عشان هي عايزة شوية لعب وعايزة. انت كنت عايزة ايه؟ كنت عايزة تسريحة. تسريحة؟ تسريحة ولا ترامبولين؟ تسريحة ترامبولين وسكوتر. وسكوتر؟ كل ده اللي في الحصاله؟ انت عايزه ميزانيه تانية، عايزه كتير قوي يا كارما عشان نجيب الحاجات دي. هنفتح بقى الحصاله. ماشي، هخلي بابا يديني فلوس تاني شحطه. ماشي، بقولي له انت، انا ماليش دعوه. هنفتح بقى كده. فتحنا من هنا. احلى حاجه الحصاله دي بتتفتح من تحت، عشان لما اتزنق وعاوز اخد حاجه باخدها بسهوله بصراحه. بقى وعشرات وعشرينات وايه، يا رب بس يكون في حاجه مفيده بالراحه عشان الفلوس ما تتقطعش. الترابيزه هتقع من كتر الفلوس. الترابيزه هتقع من كتر الفلوس. ده لسه خمسات لحد دلوقتي، ما طلعناش حاجه عليها القيمه، بس كلها في الخمسات دي جديده قوي. دي 20 جنيه الحمد لله طلعت. دي خمسات. ودي بقى دي كمان طلعت من حاجة، سام حاجة انها جديدة يعني. ودي كمان لسه طالعة. لا هقل ما هتتقطع بالراحة، شديها بالراحة. بصي دي كمان يمكن تتقطع من حصة ودي، عشان لما تيجي تحطيهم اللي فيهم على بعض انت بتحطيهم مفرودين. بصوا الفلوس دي كتيرة قوي، دول بتوعي انا مش بتوعي. طبعا احنا قلنا احنا هنحطها تاني عشان ما تضيعش. يعني احنا فاتحينها بس عشان نوريها لكم، وبعد كده نرجعها تاني مكانها صح؟ قصدك كده؟ طلعي انا تعبت اصلا. دي اخر فضه تطلع، بقالي ساعه ما اطلع فين فضه تطلع. 200 جنيه دي كارما بقى تطلع الفكه بايدينا. فك انت طلعي الفكه. بصي دي الفكه اللي ماما قالت عليها. ما شاء الله، شايفين بقى؟ يلا بقى عشان نعد. بس قبل ما نعد، يعني فاكرين زمان زمان في الاعياد لما كنا عايزين، طبعا كانوا بيدونا جنيهات زمان ويضحكوا علينا مش زي دلوقتي. كانوا بيدونا جنيهات دي، بس الجنيهات بصراحه كانت جديده يعني، كانت زي ال 5 جنيه كده. طلعت جنيهات مش عارفه اطلعها. حاضر. عارفه اهي طلعت. حطيناها. يلا. كانت الخمسة جنيه دي كان زي الجنيه ده كان بيذبح زمان. فكنا بنعمل ايه بقى لما نجيبه يتكرمش؟ كنا بنجيب المكوى وندوس عليه. فانا هعمل الخطوه دي كده وراح اجيب المكوى وادوس لكم على الفلوس دي كلها، ونقعد بقى نعد نشوف كارما حوشت كام. دول بقى الفلوس بعد ما تكو، طبعا كوتهم بالمكوى زي بتاع زمان كده. احنا الفلوس كلهم حطينا في الحصاله، بس عايزين نوريلكم الفلوس الجديده بعد ما تكو. ايه رايك فيهم يا كارما بعد ما اتكوت؟ بصوا دي احلى، بصوا دي احلى واحده عجباني فيها. اكيد دي 200 جنيه لازم تعجبك، دي احلى واحده عجباها. وانا بصراحه احلى واحده عجباني دي كمان. تيجي انت تاخدي احلى واحده عجباكي وانا اخد احلى واحده عجباني؟ لا دي زي دي على فكره. ما انا عارف عادي، ما انا عارف. تيجي نعدهم؟ يلا نعدهم. يلا ناخد حبة عجول. عد الخمسات الأول. خمسات خمسات
مساكر خمسات الاول، خمسات كتير قوي، ده غير اللي صرفناه على فكره. فاكر صح؟ مش احنا صرفنا برضو خمسات؟ اي خمسه يعني 5، خمسة يعني 5. هذا الوقت بيتلمهم عشان هاتي بقى نشوفهم، هاتي ولم الباقي. طب خلاص براحتك. دول بعد ما خدوا، هاتي يا كوكو. انا عارف دي بقى مين اللي مديها لك، عايزه اعرف مين اللي اداك ال 20 جنيه دي؟ مين؟ مين اللي اداك ال 20 جنيه المقطوعة بالتكلة دي؟ انت فاكرة ولا مش فاكرة؟ مش فاكرة طبعا، يعني انت عاملة زي غلبانة. طب لا ما تطبقهمش، هات يا رب استغفرك واتوب اليك. دلوقتي هنوريكوا، بصوا دي عدهم بقى يا جماعة، انتوا عايزين طبعا تعدوا معانا، انا عارفة كله مستني يطلعوا كام. دي والله هديها لحد. هتديها لمين؟ مروان. شو معنى؟ كنت تحبي قوي بين عليك. هاتي هاتي كار مروان ده يا جماعة، يبقى ابن عمتها، ولد صغير كده. هنعدهم بقى، عنده عدوا معايا يلا. 10 سنين، 1، 2، يا ماما مش معنى انت بتقعدي. 500، 600، 600 ونص، 600 ونص. بعد 600 ونص كام يا كرم؟ لخبطتيني. 640، 680، 90، ادي كده 700. دي 700 جنيه. ماشي نعد دول بقى، 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 95. يعني دي 100 الا 5 جنيه. انت هتاخدي دول؟ لا طب ما خدي انت دول وانا اخد دول، ايه رايك؟ ولا ارجعهم تاني في الحصاله؟ لا انا هاخد كتير، هاتي هاتي واحده من عندك. عايزه واحده بس وانا اخد دول عشان يبقوا 90؟ حرام عليكي. طب يلا يلا نعد الجنيهات. يلا ادي 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9. كرمه لخبطت الدنيا. 12 14 20 30 40 50 60 70 60 70 350 20. خلاص يا كرمه يلا. 22 بعد 350. طب يلا خلاص 300. يلا هاتي بقى، المهم دول خلاص. ده كده يا جماعة حوالي 800 الا 5، 800 جنيه الا 5. حد محوش 800 جنيه غير كام؟ مش بتوعي. ايوه انا عارفة هما بتوعك، انا قلت حاجة بس عادي يعني يا كرم، مش انا بحط لك فلوس لما احتاج هاخد صح؟ ولا ما اخدش؟ هنقول ايه؟ اشتركوا في القناة، شاركوا يا كيسكو، وما تنسوش اللايك، اعملوا لايك كتير. بس احنا فتحنا كرتون السيتي الاول، بعد كده فتحنا الحصالة، بعد كده دول الحاجات اللي احنا كسبناهم في الحصالة. احنا دلوقتي هنقول لكم اشتركوا في القناة بتاعت رانيا كيسك، واعملوا لايك كتير. سلام، باي. هي اسمها كارما مش رانيا. انا رانيا كشك ودي قناتي، يا ريت تشتركوا في القناه لسه ما اشتركتوش، وتفعلوا جرس الاشعارات عشان يوصلكوا اي فيديو جديد انزله، وتعملوا لايك لو الفيديو عجبكم. مع السلامه. راحت تنام.